تسد علينا خدامين ما والو. دابا كلشي هادي كتشوف الشباك راه مملوحين فليك، حتى شي حاجه ما كاينه، بقى في الواد والو، بقى في الواد الحار هو اللي بقى والو. هاد كيفاش كان شحال هادي راه من قال هو غيولي بحال هكا. كان فيه الحول، كان الشامل، كان الصول، كان امون، زريقه، كان بوشوك، كان كلشي. دابا ما بقى والو، كلشي الحضره بات خرج برا وبعد ضاع. السبب ديالو مابقاش عندو لوكسيجين ديال الماء ديال البحر باش يدخل ليه. الواد تسد من الفوق من تحت من تحت، هرب عليه البحر، بقى الواد هاب بوحدو. الواد ما بقاش فيه الطيار، البا واقف. غيجي واحد الوقت الا بقى هو بحال هكا غادي يولي فيه الناموس، وغيقدر يولي فيه جران، وغيقدر يعني الساكنه غتمشي فيها. ولا الساكنه الا مشى لهاد الواد مشى أزمور كامل. وفعلا الواد راه مشى بلا ما نبقاو نقولوا راه مشى، راه مشى كلهم. دابا باكي راه شتي الشباك راه هو فلوكه، راه الشباك خرج في مديوحين، تيحطهم ما كاين والو. يحط الشبكه يهزها خاويه، ما كاين حتى شي حاجه، تيطلع بحال هذا. فعلاش دوك جوج بلايصات ولا شناهو دبر منهم ديك 30 درهم ولا 40 درهم وطلع بحال هذا. لا هي جات، لا هي جات وهاد 30 درهم ولا 40 درهم. هادو راه هنا في الواد كيما هادوك الناس راه شتي صافي. بوا الشباك اللي عنده الشباك راه كلشي داروا الشباك ديالو في الخيش وطلعوه. حتى 2000 كانت القضيه باقا مزيانه، كان الواد باقي مزيان حتى 2000. ودابا صافي، دابا الواد مشى بصفه نهائيه. طلع لها الجيل فوق راه نشف، حيت دابا كان الماء ديال البحر كيدخل ليه. دابا مابقاش يجي ليه الماء ديال البحر، ما كاينش هذا اللي كان الماء اللي كتشوفوا فيه ماشي ديال البحر وماشي ديال الواد. الواد مشى، هذا هو واد حار. سيدي علي بن حمدوش تيكبوا، الساكنه ديال أزمور كتكب، كل هاد النواحي كتكب الواد الحار في الواد. تيبقى هذا الشيء تيدور عهد. الوقت اللي كنت مع الوالد في السبعينات كانت الحاله ديال الواد البيئه كانت زوينه، لا الواد لا البر ولا الواد، كانت حاله زوينه. كان بعدا المدينه كانت كتمتع بواحد الجو زوين، ماشي بحال اليوم. الفم تاع البحر تسد، مئات الالاف العائلات مما فيها الناس اللي كتقطن بالباديه والمدينه عايشه منه. كلشي برك، الواد تسد، الواد مشى، الواد خنز. كان واحد النوع معروف في المغرب بما كي الشابل، لالوز باللغه الفرنسيه، لالوز. كنا الا بغينا نمشيو عند العائله خاصه عندك سيدي لو موا 12، شهر 12، النص في شهر 12 كيبدا يدخل من البحر. كانت الناس كتجي من اي مدينه في المغرب باش تبقى ديال الشابله من أزمور. الشابل مشى، كانت المدينه كلها معروفه بهذا النوع في الاسماك. هذا النوع ما بقاش، الحوت دا كيتلح ميز. درنا طالبنا الجهات المعنيه، درنا احتجاجات، مشينا للفم ديالو هذا الى اخره. لا اذان صاغيه، راه باقي الواد مسدود الى يومنا هذا. الشركه راه حطت شهر 9، امتى غتبدا الله يعلم. الواد كنا حنا عايشين منه، حنا الاسره ديالنا. انا حليت عينيا كبرت من هذا الواد، الوالد والوالد وجدودي كاملين كانت الحرفه ديالهم هو الواد أم الربيع. دابا تسد، ما فهمتش تسد، ما كاينش شي مصير اخر اللي غناخذوا منه القوت ديالنا. كاين الريحه بزاف فهمتي، بالنسبه للواد الحار فهمتي، لوت الواد كامل ولينا كنشوفوا اسماك بزاف خارجه ميته هنايا. من بعد اللي كنا كنصيدوها حنا كنضربوا على الشماره باش كنصيدوها، ولينا كنشوفوها خارجه ميته. وداك الشيء كيضرنا فهمتي، كيضر حتى الساكنه ديال مدينه أزمور، كيضر هذا الشيء حتى هو. بغينا يكون شي تغيير ان شاء الله. هذا الواد راه هو المدينه. دابا اي براني ما جا لا بد ما يهود يسول على الواد ويجي تيشوف. دابا الناس راه كاين دابا ملي تيكون شي برد راه كتلقى عاد شي ريحه ما تقديش توقف هنا، هنا ما تقديش توقف. دابا راه شويه ما كاينش الريح، دابا الماء تيشوف ما راه واقف في البلاصه ديالو، ما كيزيدش بصفه نهائيه، ما كيزيدش. يعني دابا خاصو يتحل من التحت، يحيدوا منو ديك الرمله باش عاده الماء غادي يولي غادي زايد يكب في البحر وترجع المياه لمرجعها.